وش سالفه الخطبه يوم تروح تخاطب انت ذيك ال خطبه المسجد؟ لا اللي انت تشتغل عندهم، ايه اللي خطبت منهم انت تشتغل عندهم. ايه دقوني. وش سالفتها؟ وش سالفتها؟ ده انا كنت شغال عند واحد معلم الله يرحمه مات، ايه وبعدين بنته حبتني وحبتني. الله. فالمهم جينا قلت لها لو تقدمنا على الوالدك ولا دي يوافق. قالت ايه المانع؟ وفعلا الراجل ابو الله يرحمه كان موافق، قال يا ابني تشغل معانا ونعرف اخلاقك ونعرف يعني، وانت راجل يعني شغيل يعني وكده، ما انت براعي لعب والكلام ده. وافقوا. وافق. فقال تعالى يوم الجمعه بعد صلاه الجمعه يكون اخواتها كلهم موجودين، هم 11 عيل اخواتها كثار كثار، والواحد كف كده اهو. اي والله كف كده اهو. انا ما عندي لبس، رحت اجرت بنطلون وقميص من واحد زحلتك. اي والله كان بجنيه يعني، بجنيه ايام استجرت ثياب. ايه عشان اروح بقى مشخص وبتاع، ما عندي ثياب، ثياب شينه. اجرت قميص وبنطلون بس، واخر النهار اوديهم تاني، دفعت جنيه. ايه المهم جيت وشخصت ورحت، ورحت جايب شويه، ما كانش في عطر، شويه كلونيا كده من الصيدليه. اي والله. ورحت باخخ ورايح بقى مولع بقى مروق بقى، جاب علبه ملبور احمر. تبي تاخذ الحب؟ ملبور احمر بقى بالقميص هنا بقى، مشخص الولد. قالوا عين وش عندك ان شاء الله اخواتها بقى. قلت انا جاي وطلب ايد اختكم على سنه الله ورسوله. قال ومين اللي قالك تعالى؟ قلت انا سأل الوالد، والوالد قال لي تعالى عشان اخواتك يكونوا موجودين. بس ده اخر حاجه. هذا اخر حاجه تذكرها؟ اخر حاجه انا عرفت دربلوني من تامن دور من العماره على الدرج، دقلقه دقلقه دق دق، اللي بايده واللي برجله واللي بجدر بدماغي. انا كل ده ما همني دق راسه ورم وجهه وعيونه، انا اللي همني القميص والبنطلون بتاع الرجال اتقطعوا اجيبهم منين. والرجال اشتكاني قال انا عايز جنيه ونص حقهم. طب ده انا دفعت جنيه بالعافيه، اجيب جنيه ونص منين؟ قلت له يا ابن حلال مش شايفني، ما عندكش رأفه شوف حالتي انا ايه ولا بايه. قال مالي دعوه ان شاء الله تموت، عايز حقهم. القميص اتقطع يا حوله، من وين اجيبه؟ وانت ما بقول تروح تخطب من هالبعارين دولا؟ ما انا شغال عندهم يعني، عارفينه وعارفهم. وقالوا ان انت خادمنا واحنا خطبة دق. قلت ده وراه ما يصير بقايه، ولازما الايد ايه والدق لازما، ما اقول بقايه لا وخلاص، وشيله تمد ايدك يعني. شريف شريف تحبه خلاص، تحبه تخطب. هي اريتها وهي اراضتنا. طيب كم مرة حبيت بحياتك؟ هي ديت وتبت عليها من بعد الدق اللي شفته، فرصة احب تانيه.